صفحة عالمية أو مؤسسة عالمية اتكلمت على مصر، وكمان لما تختار مصر من أهم وجهات العطلات لعام 2022، دي حاجة طبعا بتسعدنا. يعني انه ان انت تكون الفيرست ديستنيشن، او ان انت تكون اصلا ديستنيشن للسفر، ويبتدي يبتدي كده يعمل سبوت لايت، او ان هو يوجه الضوء على مناطق اللي ممكن للناس الاجانب ان هم يسافروا ليها. خاصه بقى احنا دلوقتي بنتكلم في عز ازمتين، ازمه الكورونا اللي احنا ما خلصناهاش، والازمه الجديده اللي طالت العالم كله بتداعياتها، هي الازمه الروسيه الاوكرانيه. فلما بنلاقي الحاجات دي كمان ان هو يكون موقع عالمي هو اللي بيشير لبلدنا، فدي حاجه طبعا بتسعدنا جدا. وعشان كده دايما احنا بنحب نجيب لكم هذه الاخبار معانا، اللي هي توب هوليداي ديستنيشنز لعام 2020. اتكلم على مدن كبيرة جدا، ودي طبعا في صحيفة الديلي ميل قالت انه وضعت الديلي ميل البريطانيه قائمه بافضل عطلات ربيع وصيف 2022، وجت مصر في المركز الثاني في القائمه بعد ولايه فلوريدا الامريكيه. قالت الصحيفه ان العالم اللي بدا يخرج للنور بعد عامين من الاغلاق المتكرر وضوابط السفر المعقده بيبحث عن عطله مثاليه عشان يشبع الشعور اللي عنده المتزايد برغبه التجول في اماكن مشمسه ومليئه الحياة. وأوضحت أنه وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الضيافة أكور، بيخطط ما يقرب من 4 ل 5 بريطانيين لقضاء عطلة هذا العام. وقالت كمان أنه مصر بين أبرز الوجهات لهذا العام، ونصحت بزيارة القاهرة اللي وصفتها بأن هي عاصمة نابضة بالحياة وموطن الأهرامات العظيم. وقالت أنه في وقت لاحق من هذا العام هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد بشكل كامل، ونصحت بزيارة مرسى علم اللي وصفتها بأن هي جنة الغواصين في شواطئ البحر الأحمر. شوفوا قد إيه الوصف جميل. ووضعت الأقصر كمان ضمن قائمة المزارات اللي يجب زيارتها، وقالت ان هي بتقارن بمتحف في الهواء الطلق، وبتعد كنز في القطع الأثرية وموقع لمدينة طيبة القديمة، ونصحت بزيارة الغردقة واعتبرتها مكان لقضاء العطلات على طراز المنتجعات بالقرب من جزيرة الجفتون. وقالت الصحيفة انه دول قليلة بتفتخر بنفس المزيج من المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ ايضا المذهل، وأكدت أنه هذا العام بيعد يعني أنه يكون عام ناجح لمصر جدا. ولفتت إلى أنه في كتير من التجارب اللي يمكن اكتشافها بمناسبة مرور 100 عام على الاستقلال والذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.